أهلا بكم في الميدان. في هذه الحلقة سنتكلم عن مفهوم التعايش، فقد قال الله في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. المطلوب من جمهور شباب القرآن في الميدان الريفي هو إكمال آيتين أو ثلاث بعد هذه الآية لهذا المفهوم لهذه الحلقة. إذن في الميدان لشباب القرآن نتابع. السلام عليكم، نتعرف عليك يا أبا. أنا اسمي محمد عبد الله سعيد. محمد عبد الله سعيد، يا عم محمد، من سورة الحشر في مفهوم التعايش. القرآن أتكلم عن يعني حاجات كثيرة، مفاهيم إيجابية كلها في المجمل، وأتكلم عن التعايش. قال تعالى في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. إذا تقدر تكمل لي بعدها آيتين الجائزة من نصيبك إن شاء الله. أنا ما قريت، أقرأ كذا سور سور يعني من السور الصغار. أيوة، الله يكون بعونك يا عم، وفقك الله. مستمرين في البحث عما نكمل هذه الآيات لهذا المفهوم من هذه الحلقة، وفي الميدان لشباب القرآن، تابعونا. نتعرف عليك. عبد الله سعيد أحمد محمد العنسبي. العنسبي. يا عم عبد الله، تحفظ القرآن؟ شدي لك آية إذا قدرت تكملها إن شاء الله، لك جائزة، وربما أنك يعني مستحضرها. في سورة الحشر عن مفهوم التعايش، التعايش بين الناس. قال تعالى في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. أكمل لي بعدها آيتين. ما أنت حافظها خالص؟ ما أنت حافظها خالص ولا قد سمعتها في الجامعة ولا؟ نسمع بعدها بس ما تحافظها. بس ما تلقطش يعني، مش حافظ له. ما تغيش حافظها. إيش ما قلت لي؟ عبد الله سعيد أحمد محمد العنسبي. حياك الله عبد الله، وشهرك كريم، كل عام وأنت بخير. حياك الله. مستمرين في البحث في هذه الوديان عمن يكمل لنا هذه الآيات، تابعونا. كيف حالك يا والدة؟ الحمد لله. تعالي هنا بس. أيوه. أشتي أسألك سؤال بالقرآن الكريم. تحفظ القرآن؟ لا، ما أحفظ القرآن. ما تحفظش القرآن؟ لا. طيب، أدي لك سؤال ثاني. أدي لك سؤال ثاني. أدي لي سؤال، أي سؤال يكون سهل. على مفهوم التعايش. التعايش. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سافر من مكة للمدينة لما هاجر، فعل وثيقة بين المسلمين وبين فئة ثانية ما كانوا مسلمين. من هم الفئة الثانية هذه؟ بني خيبر وبني قينقاع. يهود هذا، صح؟ مش مسلمين. لا، هذم يهود. أيوة، يعني فعل وثيقة تعايش ومصالحة بين المسلمين واليهود. أيوة. نتعرف عليك، اسمك؟ أم محمد حمود. أم محمد حمود. مشاهدينا، أم محمد حمود أجابت عن المفهوم، مفهوم التعايش، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة، هات الجائزة، من مكة إلى المدينة سوى هذه الوثيقة، وثيقة الصلح ما بين اليهود والمسلمين للتعايش فيما بينهم في المدينة المنورة. هذه جائزتك يا أم محمد، مقدمة من مؤسسة معكم التنموية MDF. مبروك عليك الجائزة، استحقيتيها. يلا الله يعينك يا أم. هذا الجوني تبعك صح؟ أنجل جوني. كم تبعك جوني؟ تبعي معي طعم للبقر. معي كسبي. ها كسبة، الله يخليها عشر، مش إلا كسبة. إن شاء الله. يلا الله، الله معك يا خالة. يرزقكم إن شاء الله. الله معك يا خالة. يخارجكم من كل شر، من كل بلا، ما حرق موسى بلده. آمين يا رب، آمين. مشاهدينا، مستمرين في البحث عمن يكمل الآيات المطلوبة لهذا المفهوم، تابعونا. تعرف عليك؟ الاسم عادل العامري. عادل العامري، تحفظ قرآن عادل؟ حفظ. أنت من القرية هذه؟ قبل حبشي. من قبل حبشي، يعني بعد عادل شوية. طيب، شدي لك آية في القرآن الكريم تتكلم عن مفهوم التعايش. إذا قدرت تكمل لي بعدها آيتين الجائزة من نصيبك إن شاء الله. إن شاء الله. قال تعالى في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. أكمل لي بعدها آيتين. من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ولا قد سمعت الآية من قبل. إلا قد قرينا بس ما. مش حافظ لها تماما. مش حافظ لها. هو أنا أشتك تقول تديها عشان أدي لك الجائزة. لا ما. إيش ما قلت لي؟ عادل. عادل. حياك الله يا عادل، وفقك الله. الجميع إن شاء الله. مستمرين في البحث عمن يكمل هذه الآيات وبنشوف اللي هناك، تعالوا معي. نتعرف عليك؟ محمد حسان محمد. الآن محمد حسان، معي لك سؤال في مفهوم التعايش بالقرآن الكريم. قال تعالى في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. أكمل. يحبون من هاجر إليهم. نعم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. والذين جاءوا من بعدهم يحبون يقولون. من يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا في الإيمان بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا الذين بالإيمان. سبقونا في الإيمان بالإيمان بالإيمان نعم. ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا اغفر لنا إنك على طول ربنا إنك رؤوف الرحيم أذكرني باسمك محمد حسان العم محمد حسان أجاب على الآية بتلكؤ ولكن أكملها بالشكل المطلوب واستحق الجائزة المقدمة من مؤسسة معكم التنموية MDF مقدارها 40,000 ريال. مبارك عليك الجائزة يا عم محمد، حياك الله.